عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير. وش حالكم؟ كلم حاله ويا مرحبا وسهلا بالجميع. عادل محلو حركات، بس كني أشبه لاعب الهلال الجديد هذا ميشيل، يمكن يعني أحلى بكثير. بس يلا، سعد الله مساءكم بكل خير. وانتهى الكلاسيكو الكبير في كرة القدم السعودية للزعيم بهدفين مقابل هدف واحد على المونديالي، في مباراة شهدت أحداث كالعادة مثيرة، وهي ميزة من مزايا قمم الدوري السعودي. فاز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، تقدم سالم الدوسري بهدف فرد هارون كمارة بهدف، فكان يقالوا له كلمة الحسم. شو رايكم في البداية؟ مثل ما عودناكم الفترة الأخيرة ندخل على النواحي الرقمية في المباراة عشان نأخذ منها إيحاء. دائما الأرقام توصلنا لشيء من الحقيقة، لكنها دائما مو بحقيقة كاملة. خلونا نشوف كيف دياز بدأ المباراة. نستذكر مع بعض المعيوف في حراسة المرمى، بليهي وجانج، وكذلك سعود عبد الحميد على الجهة اليمنى، وعلى الجهة اليسرى ياسر الشهراني بثلاث لاعبين في منتصف الملعب، كويلار كلاعب محور شبه ثابت، أريحية لسلمان الفرج، وأريحية أكبر لكاريو أحد نجوم المباراة بدون نزاع، ماريغا، سالم الدوسري، وكذلك إيغالو. معنى ذلك أنه لم يشرك كنو من البداية، لم يشرك بيريرا من البداية، ثبت منتصف الملعب من أجل الاستحواذ أكثر فأكثر، وهذا ما حدث فعلا فريق الهلالي. لما نروح إلى تشكيلة السيد كوزمر راح نجد أنه مضطر للعب ببعض الأسماء نتيجة الغيابات، فمثل حمدان الشمراني في قلب الدفاع تعويضا لي غيابات ثلاث مدافعين رئيسيين في قلب الدفاع بالنسبة للفريق الاتحادي، لا تخفوا على أحد طبعا. معاه الحافظ، وكذلك عندك على الجهة اليمنى مدلل العليان، مهند شنقيطي على الجهة اليسرى، لاعبي ارتكاز أندريه وبرونو، بين قوسين برونو ترى يقدم أمور في كرة القدم غاية في الروعة ومش مطلوبة منه، بعدين بوضح لكم. لما نروح بنشاهد أن عبد العزيز البيشي على جهة، فهد المولد على جهة، ومهاجمين بس ما يلعبون إلى جوار بعض، خلف بعض، فبالتالي نتكلم على 4-2-3-1 بالنسبة للاتحاد. الهلال 4-3 أو الهلال 4-3-3 في مجمل الأحيان. حدث ما هو متوقع قبل بداية المباراة في معظم القراءة الفنية، مو بقراءة فنية بس، أمور كثيرة جدا. هلال جاي من سلسلة من النتائج الممتازة، مباراة الفرصة الأخيرة في الدوري، تعادل أو خسارته يبعد بشكل شبه رسمي عن المنافسة على البطولة، كذلك الاتحاد وحالة الغيابات الكبيرة جدا في الفريق الاتحادي على مستوى جميع الخطوط. بنلاحظ أن دياز حافظ على الشكل تقريبا التخطيطي في أرضية الملعب، وكذلك كوزمن ما رضى أن يغير ولا يلعب بثلاث محاور مثلا، يعني ناشري كان ممكن يشركه مكان كمارة، لا هو حافظ وخلى بس كمارة مكان عبد الرزاق حمد الله وأكمل على نفس المنظومة. المباراة شهدت من بدايتها فيها تفوق للفريق الهلالي من ناحية الاستحواذ، وهذا طبيعي جدا يحدث في مباريات الهلال والإحصائيات تقول ذلك، حتى لما كان الهلال مش في أرض الحادثة كان هو الأكثر استحواذا وتمريرا. تقدم الهلال عن طريق ركلة الجزاء والحالات التحكيمية بنتكلم فيها في نهاية الحلقة. تقدم الهلال بركلة الجزاء لسالم الدوسري، يعود إلى المستوى التصاعدي سالم، بغض النظر يعني أنت تتكلم عن لاعب في آخر مباريتين قمتين أمام النصر وأمام الاتحاد، هناك مسجل هدفين وظاهر في أسست، والبارحة مسجل وأسست، فهذه أشياء تعيد سالم مرة أخرى إلى التوهج اللي هو مطلوب، خصوصا قبل مباراة المنتخب السعودي مع الصين اللي تضمن التأهل، وهو عنصر مهم جدا في المنتخب الوطني السعودي. سيطر الهلال، قروهي تصدى لحالتين في الشوط الأول كانت شبه محققة، وكرتين للاتحاد، كرة لهارون كمارا وكرة لرومارينيو. في المجمل العام استحق كمجمل على شوط المباراة الأول الفريق الهلالي أن يكون هو المتقدم نسبة لما قدمه على ما حدث في شوط المباراة الأول. الاتحاد تخلى عن الحذر، هو كان من حقه يدخل حذر أول يلعب مع الهلال على أرض الهلال، هلال متحفز أن يلعب بكرات مرتدة ودفاع منطقة طبيعي جدا،
لاني اشوف انا بعض العبارات اللي تنقال يقول لك الاتحاد دافع، طبيعي انه يدخل مدافع في المباراه. قوه الهلال وحاجه الهلال الماسه للمباراه، يعني كما ذكرت فرصه اخيره، فطبيعي جدا انك بتلعب بدفاع منطقه وبتلعب الكرات المرتده. في الشوط الثاني تحول شوي الاتحاد، خرج من المناطقه، بدا يهاجم، ابتعدت الكره عن مرمى، ما قمنا نشوف فرص للهلال. رجع بكره رائعه من صناعه رومارينيو، واعتقد قبلها التمريره كانت من عبد العزيز البيشي، هارون كامارا يسجل هدف، واصبحت المباراه بعد ذلك سجال، تقبل ان هذا يسجل وهذا يسجل، اصبحت المباراه في الملعب بين الفريقين، وعاد الهلال للاستحواذ مره اخرى. نقطه تحول رئيسيه في المباراه هي مهاره ايجالو الخاصه، قد يعتقد البعض انها ضعف في الناحيه الدفاعيه لعبد الله الحافظ، ولكن انا ابغى اقولكم شوفوا ايجالو لما يستلم تحت الضغط، افضل لاعب في الدوري السعودي هو وحمد الله يستلمون تحت الضغط، ما في لعيبه تستلم تحت الضغط وتستطيع الدوران وانهم يتخذون قرار ويسددون. فحاله ايجالو حاله متكرره تنم عن امكانيات اللاعب، بالذات في هذه اللقطه انك تعطيه يستلم تحت على مشارف منطقه الجزاء ويحافظ على الكره ولا يفقد اتزانه ويلف ويسدد، هذه ميزة خاصة لإيجالو ما تحصل عند كثير من المهاجمين. 2-1 فرصة للاتحاد، بعدها فرصة ثانية وأيضا فرصتين إلى ثلاثة للهلال، وأنهت أو أنهى الهلال المباراة بالتفوق بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى إثره انتهت هذه القمة. في أغسطس الماضي طلعت أنباء عن مغادرة هذا اللاعب لما كان الاتحاد داخل أيضا على أنسيلمو، لو تتذكرون اللي راح للنصر. لو في فريق عمل يعمل مونتاج للكرات الطولية خلف المدافعين اللي عملها هذا اللاعب بتعرفون قيمته الفنية العالية. تذكرون في مباراة الأهلي بلنتي اللي جاء لحمد الله في آخر الدقائق يشوف الكرة، والبارحة شوف الكرة لكامارا، حل في منتصف الملعب للاعب محور يؤدي برونو، كيف كانوا يفكرون بيطلع؟ لأنه كان كاريلي، لما يجيك مدرب ما يفهم إمكانيات اللاعبين مشكلة، لكن لما يجيك مدرب ويوظف إمكانيات اللاعبين صح ويعطيهم الثقة في أنفسهم شوف النتيجة. إنريكي اليوم من أفضل اللاعبين في منتصف الميدان في السعودية. وقبل أن يأتي دياز كان صوت هلالي واضح ان البيروفي كاريو قدم كل ما لديه، وفعلا كنا يعني نشوف ان لاعب على الدكه ما يحدث الفارق، بعض المباريات كلها بصمه. اليوم انت ايش رايك في كاريو لما اصبح يلعب ثمانية في الهلال؟ شوف المدرب الذكي، شوف دياز شو سوى، ايش رايكم في كاريو؟ أضعها رجل المباراة الأول أمس في الكلاسيكو الكبير في كرة القدم السعودية في هذا المركز. بعض المدربين يعملون إضافة، وبعض المدربين يحتاجون تقول لهم روح الله يحفظك وفكنا من أفكارك. المدرب الذكي ذكي، صاحب البصمة صاحب بصمة. كم هي المكاسب بسهود عبد الحميد؟ لاعب صغير في السن، إضافة، أصبح أساسي، نعم مع إصابة البريك، إسناد هجومي ممتاز، دفاعيا ممتاز، يلعب بروح عالية. كم هي المكاسب اللي كسبها الهلال من هذا التعاقد؟ أولا لم يدفع قيمة انتقال، ثانيا ضم لاعب هو محتاج له، ثالثا زرع تنافسية كبيرة وبينه وبين البريك. البعض راح يقول تدخل على ظهير وأنت عندك ظهير دولي، اي نعم أدخل على ظهير ويكون عندي ظهير دولي، مش تكدس، لمصلحة الفريق أن يكون في شيء اسمه تنافسية، ما حد يضمن مكانه. أغلب الأندية الكبيرة بتشوف أن اللاعب يكون له بديل قريب من مستواه، لا تطمئن بتتراخى غيرك بيلعب. صدقة رائعة. ندخل على أمور التحكيم، وقبل أن ندخل في اللقطات الخاصة بالمباراة أو الحالات اللي أنتوا حافظينها أصلا ما تحتاج فيديوهات، إلى متى يظل هذا الحديث صاخب بدرجة كبيرة جدا؟ أغلب القمم حدثت فيها أزمات تحكيمية في الدوري السعودي هذا الموسم، أغلب القمم. ولا أريد أن أتبنى وجهة النظر الأخرى
اللي هي أن الهلال مدعوم تحكيميا، ولا أريد أن أتبنى أيضا أن مثلا النصر مظلوم في أغلب المباريات، ولا أريد أتبنى أن الاتحاد الآن مستهدف في صدارته. أنا مش مع هذه الأطروحات، لأن ما في حال ثابت وما في أدلة قاطعة على هذا الكلام. حتى وإن كان البعض بيرسل لي شوف شو، أنا مش مع هذا الكلام. أنا أتحدث عن حالات وعن مباريات. لكن في مشكلة في التحكيم، في مشكلة في التحكيم، في سوء اختيار، في سوء اختيار، في عدم تجانس مع الفار، في مشكلة، في مشكلة. هذه أول الحقيقة. طبعا اليوم أنا رويتكم بعض ردود الأفعال قبل لا أتكلم. بعض من الاتحاديين، ها أنت تكلمت في الاتحاد والنصر، وينك الحين ما تكلمت؟ بعض الهلاليين دخلوا، لا أنت بتتكلم أن بلنتي لهم، وأنت لسه ما تكلمت، لسه ما قلت شيء. فالفئة اللي مثل هذه أنا بديت أصفي اللستة بصراحة، لأنها متغذية غذاء ما أدري شو من نوع. أخواني، حالة إجماع وجهة نظري مش ركلة جزاء، يعني على بصريح العبارة اللي هي للهلال ركلة جزاء غير صحيحة. قلت خلني أشوف، أنا الفترة الأخيرة قمت أعطي نفسي فرصة، خلني أشوف البرامج المختصة اللي تعنى بهذا الشيء. إجماع أن ركلة الجزاء غير صحيحة، إجماع، وأنا مع هذا الرأي. بعض يقول لي أنت ما قلت مع الإجماع السابق. يا أخي رأيي قد اتفق وقد اختلف. وإذا كان البعض بهذا الضغط يعتقد أني أنا ما بقول رأيي، لا أنا بقول رأيي. أنا أقوله في اللي أصعب من السناب، أنا أقوله على الهواء. أرجع لتعليقي على الدوري السعودي، أنا كنت أتكلم عن الحالات التحكيمية في مباريات القمة. يعني اللي يقولها على الهواء ومع التشنج والتعصب بتمارس عليه ضغط هني، الله يهديك. اثنين، حالة ركلة الجزاء في أول ربع ساعة قرار مؤثر في المباراة وفي سير المباراة، تمام؟ اثنين، الحالة اللي ظهرت لحالة أندري على السعود عبد الحميد، حالة الدهس القوية اللي نفسها كانت في مباراة النصر مع الهلال، وطبق نفس القرار بالطرد بينهم أقل من أسبوع، نفس اللقطة، ليش ما ينطرد؟ أنا أقول طرد، رأي يقول طرد. أيضا شفت الكابتن محمد فودة يتحدث عن أن كويلار ممكن أنه لو تحصل على بطاقة صفراء كان سيطرد في هذه الحالة، يعني في حالة في الدقيقة 31 تحصل على كارت أصفر، في حالة في الدقيقة 18 قال لو تحصل على كارت أصفر كان راح يكون هذا كارت أصفر ثاني. هذه مسألة افتراضية، بمعنى لو تحصل على كارت أصفر ممكن يهدي اللعب، ممكن ما يستخدم هذه الحالة. فاللي قيم الموقف هي حالة اللاعب وقت المباراة، عنده انذار ولا ما عنده انذار. هذه من الحالات اللي فيها أخذ وعطاء، فيها كلام. الهدف الاتحادي ايضا مجموعه من الهلال داخلين يحطوا لي اللقطه وان فهد المولد، انا سمعت الخبراء قالوا انه ما فيها شيء، وانا اشوف انه ما فيها شيء. اثنين مندفعين على الكره والكره مرت من الاثنين، تمام، واشوفها هدف صحيح. في مشكله عندك في هذا الراي؟ ما تتقبل هذا الراي؟ ابغيك بسالفه راس. سؤال مهم جدا. طيب يا عامر يا عبد الله، يلي في ناس كثير يحبونك ولما تقول اراء تحكيميه ممكن تخسر بعضهم، شو مصلحتك من هذا الكلام؟ واحد، مصلحتي من هذا الكلام إن كنت أملك معلومة في شيء أنا أقول لك إياها، أوصل لك إياها. اثنين، مسألة الحياد هذه لا نقاش فيها في 20 سنة، مش من الحين. اللي يقول لك تبغى الدوري للاتحاد يا أخي ما أدري شو، هذه أمانيك. توقعي بفوز الاتحاد بالدوري وأنها مسألة وقت، هذه مش أمنيات، هذا رأيي الفني للفريق اللي يستحق البطولة حتى الآن، وأراه بطل الدوري. شو يحدث في المستقبل في علم الغيب؟ هذه مش أماني، ركز يا حبيبي. لما تتوقع نتيجة مباراة هذه مش أماني، هذه توقعات. يا أخي منتخبنا بيلعب مع كوريا، الإمارات بتلعب مع كوريا، توقع فوز كوريا، معناته أنا مع كوريا؟ ركز يا كوريا. يا أبو عبد الله صدعوك وجابوا لك القولون وخلاص، أنت بس حط رأي الخبراء واكتفي برأي الخبراء. ليش أنا ما تكلمت في مباراة الاتحاد والنصر؟ ما تكلمت في مباراة الأهلي والاتحاد؟ ما تكلمت في الهلال والنصر؟ مش واجبني أنا أكمل؟ أوقف
الحين عشان لمصلحة هذا أو لمصلحة هذا. المصداقية صعبة والحياة صعب والمهنية صعبة. بإمكاني أني أركب أي موجة من موجة الأندية الجماهيرية وأعلن انتمائي مع هذا الفريق، تشوف المحبين بالملايين كيف راح يكونون. المهنية هي الصعبة، المصداقية هي الصعبة، توصيل رسالة هادفة هي الصعبة، شغل الانتماء واللعب على المشاعر سهل جدا. هذا أنا، تبغيني الله يحييك، ما تبغيني إلغي المتابعة وكفى الله مؤمنين القتال. Thank you. هذا كل ما لدي عن القمة.